السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف امر موجود في الانريل اللي هو فوليج، على اساس ان انا احط مثلا صخور كتيرة او ان انا عايز اوزع حاجة بشكل كبير. طيب في الاول هحط اللاندسكيب، اختار اللاندسكيب. طيب عايز اطلع فوق، فهدوس رايت كليك وادوس حرف الاي عشان اطلع اهوت، عشان ابقى شايف المشهد. تمام. طيب دلوقتي انت عايز الماتيريال اللي هتحطها للاندسكيب، فممكن تيجي هنا تقول له فلتر بحيث انه يختار لك الماتيريال بس، تظهر بالشكل دوت، فتبدا تشوف الماتيريال اللي انت عايزها، وليكن مثلا ديت، وتسحبها هنا وتبدا تشوف الخصائص الموجوده، السكيلز السكشن وهكذا، تقول له كرييت. تمام. طيب تقدر بعد كده تكبر بعض الحاجات، تقدر تقول له مثلا عايز اعمل سموث مثلا او فلاترين، او تعمل رام زي ما انت عايز، مثلا رام تقول له مثلا هنا لهنا، وتبدا تعلي الحته دي شويه. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز مثلا اعمل هيدرو بالشكل دوت، تقدر تتحكم في حجم الفرشه بتاعتك، فتبدأ شكل الأرضية تتغير زي ما انت شايف. ممكن تقول له أنا عايز مثلا أعمل نويز، وتحكم برضه في حجم الفرشة، يبدأ يعمل لك شوية نويز بحيث الأرض تبقى طبيعية مش مستوية. لو أنت عايز تخليها مستوية فممكن تقول له سموز أو فلاتن. طيب بعد كده هنيجي على الفوليج، عايزين نضيف فوليج تايب، تقدر تضيف من هنا، او ممكن تيجي هنا تقول له بدل ما تعمل فلتر على الماتيريال، لا انا عايز اعمل فلتر مثلا على المش، ست المش اهوت، وتبدا تشوف ايه العنصر اللي انت عايز تكرره. مثلا عايز تكرر كراسي، عايز تكرر الصخور مثلا روك بالشكل دوت اهوت، تبدا تتحكم بقى في حجم الفرشة بتاعتك، هي تقدر تتحكم في حجمهم، في الريدس بتاعهم، في السكيل. خلينا نكبر الفرشة بتاعتنا دي كده، حجمهم كبير جدا، فانا عايز لا المرة الجاية يبقى في مسافات اكبر بينهم. الديستنسي قد ايه في الكيلو، قول مثلا بدل ما هو 100 لا انا عايز مثلا 3. الريديس قد ايه، السكيلينج قد ايه، بالشكل دوت. فبدل ما تسحب وتبدا تحط طوبه طوبه كده وده ياخد منك وقت كتير، لا انت ممكن بالفرشه دي تبدا ترسم بالشكل دوت اهوت زي ما انت عايز. طبعا مش دي بس، انت ممكن تيجي تقول له مثلا عايز افرش مثلا كراسي مثلا او اي حاجة، اي عنصر عندك اهو، بتعمل عليه سيلكت وتبدا تشوف عدد العناصر اللي انت عايز توزعها، وليكن مثلا 3 في الكيلو، تبدا تتحكم في حجم الفرشة، تبدا ترسمهم بالشكل دوت، سواء بقى اشجار او اي عنصر تقدر تستخدم الطريقة ديت في توزيع العناصر. ممكن مثلا كراسي معينة مثلا عايز توزعها، أشجار، صخور، أي عنصر أنت حابب توزع عليه.